شرفتونا من جديد مشاهدينا وبضيافتنا توني براك، وهو انتجريشن كوتش، المدرب اللي بيساعد الناس على التغلب على التحديات بالجسد والعقل والروح والتأمل والعلاج الإيحائي. موضوع كتير حلو، كتير انترستينج، بدنا نتعرف عليه معك أكثر ونتعرف عليك أكيد بطبيعة الحال. أهلا وسهلا توني، شرفنا توني. شرف إلي. ثانكس توني. أنت محترف كانتجريشن كوتشنج أو التدريب التكاملي إذا جاز التعبير، صح. اختصاص بعد دراسة أكاديمية من بين نيوزيلند والصين، وحضرتك بتشتغل بالإمارات العربية. بداية بدي أتعرف ونعرف ونعرف كل المشاهدين شو يعني انتجريشن كوتشنج. انتجريشن كوتش هو ترم طلعت فيه أنا، لأنه بدمج كذا موداليتي عم بستعمله، إن كان من ثيرابي 101، إن كان من تدريب رياضي، وإن كان من التاوست براكتسز اللي بعملهم يلي هي أهم واحدة فيهم تشي كونغ. سو انتجريشن إنه عم بجمعهم كلهم وعم خلي الشخص هو حتى يكون انتجريتد مع حاله بالثلاث أساسيات اللي عنده إياهم، إن كان جسمه عقله وروحه. سو جسمه من حركه من الفتنس من التشي كونغ من الموفمنت اللي عنا إياه، عقله من حركه بالمديتيشن والبريذنج كمان، وي كان اكتيفيت ذا برين، فينا ننشط الذاكره ننشط التركيز، والروح هي تكامل، لما نظبط الاثنين لحالها بتكمل تعمل بالانس. تعمل بالانس، يا اوكي. قد اللي بيقص تكتوني لازم قبل كل شيء يامن بكل يلي ذكرناه، في يكون مآمن وفي يكون مقتنع. القناعه بهالحاله هي البدايه، الايمان كلمه كبيره، أوقات بفضل استعمل كلمة قناعة، يكون في قناعة ويكون في حماس إنه الشخص بده يتحسن، بده يتغلب على أي مشكلة عنده إياها، إن كانت جسدية أو فكرية أو حتى معنوية. وفي أوقات يكون شخص مش عارف شو المشكلة اللي عنده إياها، بس بده يعرف، بده يكتشف، سو فينا نساعده يكتشف. بس قصدي هو لازم يكون ردي لحتى يقدر يتجاوب ويشوف نتيجة. ما في يساعد حدا مش حابب يشتغل حاله، مش حابب هو يساعد حاله كمان. أكيد. أنا جايد بالنهاية، أنا في يدله على الطريق، بس هو بده يمشيه. Alright. خلينا نتفصل أكثر بتدريباتك. تدريباتك بتستند على التاوزم براكتسز، يلي هي فلسفة صينية. يا ريت منعرف المشاهدين وتعرفنا لنا كمان احنا شخصياً شو هي التاوزم براكتسز، أفكارها شو، أهدافها شو، على شو بتستند تحديداً. أوكي. هي بتستند على الحضارة الصينية يلي من آلاف السنين اكتشفوها اخترعوها بالجبال بالتاوست مونكس. حتى منشوف مثلا نعرف أكثر عن شاولين، نعرف عن كونغ فو. أنا بعرف الشاولين كتير منيح، عندي فكرة كتير عن شاولين. Exactly. So هن الشاولين نفس العالم اللي اخترعوا الكونغ فو والتاي تشي يلي هي بتجي أكثر مثل موفينج انرجي، عندهم شيء اسمه تشي كونغ. تشي كونغ هي براكتس قريبة على اليوغا، تنعمل الصبح أول شيء to balance the energy to recharge. بنرجع بنعزم الجهاز العصبي، بنعمل له ستراتش، بنفتح الجسم. بس نفتح الجسم عم نعلم الاعضاء وين تكون قاعده، كيف تشتغل، كيف يكون في كونكشن بين الدماغ وكل عضو عندنا بجسمنا، حتى للاطراف لاخر اصبع لاخر اجر عندنا اياها، تنحس بكل شيء عندنا اياه. هيدي كاتشي كونغ. عندهم جزء ثاني هو inner healing sounds، هن اصوات داخليه نحن بنعملها بجسمنا وبصوتنا. كثير منا بنكون اوقات اوفر اكسايتد، بعمل طيب هذا صوت شو عم عبر؟ انا عم جرب شيل العجقه من قلبي. اوقات بلقط اذا حدا لقط ولد عم بجرب يروقه بقول سو شو عم نعمل؟ عم نجرب نروق غضبنا تنكون راكزين اكثر. سو بالانر هيلينج ساوندز هذا نوع تامل، نوع تنفس، كمان عندنا هول اصوات بنستعملهم وغيرهم اكيد تا نروق ونفضي الطاقة السلبية المعلقة بجسمنا، لأنه في ناس بتقلك مرضت من وراء التعصيب. كيف مرضت من وراء التعصيب؟ لا هيدي مزبوطة. علقان العصبية، علقان الخوف، علقان شيء بالكلاوة، إنه منطلعه عبر التعبير والنفس وستيمولايشن أوف ذا أنرجي من الكعب تبع الجسم اللي هو بيقولوا له الروت للعقل. سو فينا نتفش الطاقة من تحت بسنس للظهرنا لفوق، نرجع نقلبها لقدام تنخلق نوع من البالانس ونعطي ريتشارج لحالنا، تنرجع نعمل حي الله شيء تاني، تنرجع نعمل ركض، سباحة، يوغا، جيم، شو ما كان، شغل. نكون مرتاحين مع نفسنا، هيدا الدرجة الأولى يمكن، وتنعمل ريليس لأي بلوك موجود بالمنقلون شاكراز. أوكي. وفي بعض براكتس اللي هي التأمل، pure meditation. You sit still، نقعد رايقين، منغمض، منفوت لجوا،
وبنستعمل الوان كل لون لما نفكر فيه مع نفس مع صوت معين بأثر على شاكرا معينه بأثر على عضو معين بالجسم على طاقه سلبيه طاقه ايجابيه هون بنصير في براكتس بتصير شوي بيرسونال بصير كل حدا بده يكتشفها على طريقته بس المديتيشن اوقات في ناس بتعملها لساعات واوقات في ناس بتعملها لعشر دقائق نص ساعه بس بقولوا ليوصلوا للي بدهم اياه بالمديتيشن هي احسن شيء انه نعمل مديتيشن لساعات طويله يلي هي ات نيدز بروفيشنال صحيح هيدا الشيء او لا شيء في ناس بتجي مثلا على الصف نعمل تشي كونغ بالاخر بعطيهم ثلث ساعه مديتيشن في ناس بشوفها حايصه مش قادره تفوت بالمديتيشن في ناس بتقلي رحت وما بعرف شو عاد صار سو اتس ا بيرسونال اكسبيرينس كل شخص بيمرق فيها بمراحل في ناس دغري بتقدر تعمل مديتيشن صح في ناس بدها كثير وقت في ناس بتاخذ سنين معها لتقدر توقف العقل اللي عم بفكر يعني بدنا نكون بحالة العقل الباطني kind of. شغلتها هي حالة يعني مش انه توصل الى يلي بدك هي حالة بس كأنه بتترفعي عن الأرض يعني بالمديتيشن بتحسي حالك above واحدة من الستيتس هي to go above في واحدة من الستيتس انك to go down تتعملي grounding تفصلي أكتر بالأرض حتى تكوني أقوى على الأرض So it depends شو الهدف شو النية كمان هيك من المديتيشن منحط نية إذا حدا نيته يتعالج نيته يصحح جسمه كمان شو we go down أو up بهيد الحالة both so because down is to ground منلقط جسمنا منلقط حالنا منلقط أفكارنا منحس بالأمان ومنطلع طلوع درجة درجة تنخلص المشاعر تنصح so في كمان بالتاوزم نعمل study هاي بحب كتير خبرها لأنه واحدة من أهم عناصر هي اللي كنا عم نحكي عنه الإيمان وكايند اوف لايك القناعة. سو بياخذوا واحد من هول المونكس بالشاولن تمبلز وبيعطوه باتري ديش يلي بيكون باللابوراتوار اللي بنضره بشوفوا البكتيريا عم تربى بقلبه سو بحطوا له اياها بايده وهو هيز غانا سمايل تشانل جود انرجي على هيدي الباتري ديش البكتيريا بتصير تتكاثر ضرب شي 50 مرة اسرع. ليه؟ من ورا الانرجي اللي هو عم يبعثها. كيف لما بقوله إذا بتحكي مع النبتة بطريقة عاطلة بتموت إذا بتحكي معها منيحة بتغربها بتحطي لها ميوزك بتكبر أسرع لأنه روح سو هذا الشيء عم بيأثر وبنفس الوقت إذا هو فكر بطريقة سلبية وضل عم بجرب يبعث هذا الشيء على هذه البكتيريا عم بتموت سو كيف لكان أنا إذا عايش البلانت إيه كمان كيف لكان إذا أخذت هذه الفكرة وهذه الطاقة وحولتها جوات جسمي تعالج حالي او تنشط حالي يمكن ما بني شيء يمكن بس بدي نشط حالي سو نفس الكونسبت يستعمل نظف حالي كان لبرا نظف حالي او لجوا انا كثير حبيت هذا العلم يعني اي لاف ات خلينا نشوف فيديو لك بالتدريبات okay.
اوكي فيري انترستينج بس اكيد انه نحن بحاجه لشرح اكثر عن هيدا الوركشوب اللي شفناه توني. يس اللي شفتوه هو مش صف عادي هو وركشوب. الوركشوب عم بيكون اجمالا بين ساعتين ساعتين ونص. سو بلش بشرح عن شو التاوزم شو التشي كونغ البراكتس اللي كنا مثل ما كنا عم نشرح هلا شوي مور ديتيلز. منكفي منرجع من بعد التشي كونغ عشان 40 دقيقه منكون شغلنا الجسم فتحنا الجهاز العصبي فتحنا النفس. كل شخص هلا جاهز يفوت بالانر هيلينج سمايلز اللي كنا عم نحكي عنهم ساوندز يلي بنعمل الاصوات بنعمل التنفس على شيء 20 دقيقه نون ستوب. كل حدا بيكون عم يعمل تنظيف مثل ما كنت عم بتقولي للزعل للخوف لتروما معلقه بالجسم لاي شيء سايكوسوماتيك بين عنده اياه او حتى الانجوريز ببلشوا ينملوا. في ناس بتحس اكسجين عم يطلع على راسها اكسجين عم ينزل على الرواية على المعدة على كعب الظهر. سو منفوت بهيدا الاسم نجدد حالنا يعني بمعنى عم نفضي عم نشيل كل شيء متراكم ونرجع ننشط الاعضاء. موستلي اكثر شيء بنشتغل على التشست رواية القلب الغدد الكبد والكلاوي. سو من بعدها بنرجع بنعمل شيء اسمه مايكروكوزميك اوربت اللي هو سايكل. سايكل بنكبس من تحت بندفش الانرجي. في طريقه اكيد بعلمها بالوركشوب لكل عضله كيف نطلعها مع النفس تنطلع الطاقه من الروت للدماغ نرجع نفلشها من قدام. كمان تاخد شيء 25 دقيقه من بعدها ان بتوين بنكون عم نشرح كل وحده شو بتعمل شو الفوائد تبعها وبالاخر كلهم بناموا. هذا احلى بارت بحبوه. كلهم بناموا على الارض مخده تحت الراس اذا شيء مخده تحت الركبه حتى يطولوا اكثر يكونوا مرتاحين. وبعطيهم مديتيشن طويله بخدهم فيها بطريقة فيها نوع من التنييم المغناطيسي نوع من الهيبنوثيرابي ونوع من المديتيشن اللي أنا خلطهم مع بعضهم بين التاوست براكتس التاوست مديتيشن والهيبنوثيرابي بكوني كنت في فترة اشتغل كلايف كوتش وكنت استعمل واحدة من المودالات اللي استعملها هي هيبنوثيرابي وتايملاين ثيرابي. اوكي سو بستعملهم مع بعضهم. اورايت سؤالي بيطرح نفسه يعني بعد هذا الشرح الدقيق قد ايه بعد خبرتك بالتاوزم قد ايه هيدا العلم علم دقيق وصحيح؟ يا هو علم علم حضاري والعلم عم يلحق الحضاره القديمه. هلا بنشوف بيعملوا تيست على ناس عم تعمل تنفس بيعملوا تيست على على مونكس قد ايه بيقدروا يتحملوا بكتيريا قد ايه بيقدروا يتحملوا ثلج سقعه قد ايه جهازهم المناعي قوي قد ايه عندهم فوكس قوه التركيز. سو مش كتير بحاجة لأنطر ريسيرش أو فيه أحكي من تجربتي الخاصة ومن تجربة العالم اللي بعرفها إن كانت بتعمل مش بس ماي براكتس حتى اللي بيعملوا يوغا أو جيم قدي هذا الشيء عم بأثر على حياتهم قدي عم بأثر على عمرهم قدي بأثر على السكن على النظر على الفوكس على النفس على صحتهم الإجمالية إن كانت الفكرية أو الروحية. والعلم عم يلحق عم ببلشوا ينعمل كتير دراسات بتفرجي انه هالحالات اللي عم نفوت فيها نحن بالتامل بالبراكتس اللي بنعملها ان كانت جسديه او فكريه عندها فوائد كثير عاليه وما بيخلصوا الريسيرش. انت تعلمتها من مونكس بالصين؟ لا. لانه انا بعرف بيروحوا على شاولين المونكس هن اللي بيعلموا كل هيدي البراكتسز على حد علمي. في شخص اسمه مانتاك تشيا هو حدا من الديسندنتس من تشاينا عنده سنتر وبعلم وفي حدا دارس معه. أنا درست مع شخص دارس معه اسمه ريتشارد بولستات هو بعلم وين ما كان بالعالم بعلم NLP كمان وهيبنوثيرابي. سو درست معه شيء اسمه integration in between Taoism and NLP and spirituality. والإكسبرينس اللي كان عندي إياها as a fitness trainer كمان لعبت دورة والإكسبرينس اللي كان عندي إياها as a life coach لعبت دورة. and then أنا عملت research غميق صرت أنا أحضر نبش أقرأ الكتب القديمة. والتشي كونغ الحلو فيها انه اذا بتعرف الجسم كاناتومي كعلم اناتومي وبتجرب الحركات بتجرب النفس علميا عم تفهم شو عم بصير فيك تطوريهم فيك تدفشيهم لمحل ادفانسد اكثر محل كثير متطور. هذا الدليل بالنسبه لي انه النتيجه عم ناخذها عم نصحح الاصابات اسرع عم نصحح النفسيه اسرع اذا حدا اذا مرضت جريب عم صح اسرع. سو هيدي النتيجة العلمية الكافية بعتقد. توني أنا I believe إنه في توقيت مناسب وتوقيت صح لكل شيء. أوكي. ليش nowadays عم نآمن بهيدا الشيء أكثر؟ ليش عم ينحكى عنه أكثر؟ ليش عم يتطبق أكثر؟ بحس
حصرنا بمحل كتير تكنولوجيكلي ادفانسد، عم نتكل على التكنولوجيا بكل شيء لدرجه انه صارت عم بتضرنا. كثره القطع الكهربائيه حدنا عم بتكب ارسال، الاكل اللي عم ناكله يمكن ما انه كثير صحي قد ايام قبل، والعالم هلا مشحون، كل العالم مشحونه، وين ما كان في حروب، وين ما كان في ماساه، وكثره وجود التلفزيون شيء منيح بس كمان عم بفرجينا هالاشياء بالصوره، كلنا عم نتاثر. فكرمال هيك بعتقد الاشياء الروحانيه هلا عم تعطي رهجتها اكثر لانه العالم عايزتها. صحيح. وفي نوع من الكولينج بقلنا نعطي اكثر، نحن يلي منعلم يلي كذا، منقول انه انا اليوم واعي شايف نيوز مش حلوه بدي روح اعطي صف، بدي في انفجار لا سمح الله، في شيء زعل، في حرب، في whatever، بدي روح اعطي صف. spread love, yes, positivity, exactly. جرب قد ما فينا to spread this good energy حتى نعكس اللي عم بصير العاطل بالعالم، تنأثر على مجتمعنا كمان قد ما فينا. صحيح. تيكون مجتمعنا رايق، بالنهايه كمان عم بعملها لإلي. يعني انا اذا عم ساعد العالم، قبل كل شيء لإلك، اذا عم ساعد العالم اللي حوالي، شو احلى satisfaction بتاخذها؟ غير هيك إذا عم ساعد العالم حوالي هن رايقين أكتر، ما أنا عم سوق بالبلد، عم بحكي بالبلد، عم بتساهم عم بالمجتمع، عم بتعاطى مع العالم، عم ساهم بالمجتمع، هذا الشيء رح يرجع لإلي أنا exactly من وجودي بهالمجتمع. توني ذكرت سابقاً إنه أنت دارس NLP ودارس هيبنوسيس، يعني مش مين ما كان بحق له يعمل التنويم المغناطيسي، وأيضاً أنت كمان بتفوت الناس ليعملوا تايم لاين ثيرابي، يعني هيدي بنرجع للعقل الباطني منطلع كل شيء لنصح من كل العقد او المشاكل الترومز اللي قطعنا فيها بحياتنا. okay. اي انسان بحق له انه يعمل هيبنوسيس او تايم لاين ثيرابي او they should be certified وكيف بتتم هيدي العمليه؟ اكيد لازم يكون certified. سو في accredited institutions بس ندرس ناخذ شهاده اجمالا بيكونوا من برات لبنان. سو هيدي اول خطوه. وثاني خطوه في مسؤوليه كثير كبيره. صح. لانه بس نطلع العقل الباطني بشكل مش صحيح هذا ممكن يكون في تداعيات علينا. هلا اجمالا هيدي الشغله بتخوف شوي العالم اكثر من اللزوم من وراء القصص اللي بنشوفها بالفلومه، بس هي ما كثير حقيقه. دكتور فرويد. يا انه مش هالقد هي بتفزع قد ما العالم بتفكر، لانه العقل الباطني اصلا معمول ليحمي حاله. سو انا ما في اجي كثير اعمل هيبنوسيس لحدا، انه بيخافوا من المواجهه يمكن. yes. هون اكثر. يس yes. هون بنصير هون بصير في التردد، بصير في الكونفليكت. سو ما راح في اجي انا حدا بشيء ما بده يقتنع فيه. هيدي شوي فكره من الموفيز. اللي معقول يصير شوي خطر هو انه حدا يطلع عنده ميموري كانت محبوسه فجاه تطلع. سو معقول يمرق بمشاعر شوي ونتفه غضب، بده يعرف الكوتش يتعامل معه بطريقه كثير ذكيه وكثير سريعه ورايقه. هيدا اكثر شيء خطر معقول نواجهه. هيدا في فرق بين الهيبنوسيس والتايم لاين ثيرابي او هن كومبايند؟ اتس كايند يعني قريبه من بعضها. التايم لاين ثيرابي تركيزها اكثر هي شو الهيبنوسيس؟ هيبنوسيس هي حاله ثيتا ويف عم نفوت الدماغ فيها. بس نفوت بالثيتا ويف صار فينا نحكي مع العقل الباطني اكثر تنفهم الامور شو هي، الشخص يفهم حاله ليه بتضايق، ليه كئيب، ليه عنده زعل او غضب علقان معه. التايم لاين ثيرابي هي نوع من الهيبنوسيس بس اخف شوي. شغلتها تركز على خمسة جشتالت اللي هن anger, sadness, fear, hurt and guilt. هودي إجمالاً بيعلقوا معنا من نحن وصغار. يعني شو يعني أول مرة تعلمت عصب. So بالتايملاين ثيرابي منروح على أول مرة تعلم الشخص يعصب، منجرب نغير السيناريو فيها بطريقة أنه يستفيد، ياخد شيء يستفاد منه، شو تعلم منه تما تبقى علقانة معه. يعني في ناس معقول بتشوفي كاركتيرها بيقولوا يا هذا شخص عصبي. صح. ليه شخص عصبي؟ يمكن مرة هو صغير شاف حدا عصب، أخذ نتيجة إيجابية، تعلم إنه العصبية إيجابية. سو صار ماشي بالمجتمع عصبي، فكره هيك رح يطلع له اللي بده إياه. سو نحن منفوت على أول ذاكرة مطرح ما انطبعت، وفي اكزرسايز أكيد بينعمل هون تنفك، بيتاخذ العبرة الصحيحة من وراها وبكفي الإنسان حياته. توني اللي بيكون فايت بهول الأشياء مثلك أنت بعرف إنه بيتعب كثير، بعرف انه لازم هو ينظف حاله، بعرف انه he needs some time ليرجع يجمع الانرجي تبعه. من وين بتجمع على هيدي الانرجي وقد ايه بتتعب؟ شايفه ضحكت عريضة انا بقول المثل باب النجار على طول مخلوع، وعلى طول بستعمل هالنكته مع اصحابي ومع عائلتي انه عن جد باب النجار على طول مخلوع. اوقات بالصف ما في منه، بالصف العالم، في العالم هن اهم شيء، ما في فكر، ما في حياتي الشخصيه،
ما في شو صاير معي، ما في اذا مبسوط او زعلان، في الصف، في طاقتي والصف والعالم شو عم بحسوا. بس يخلص الصف بطلع بالسياره، ما بحط ميوزك، ما بحط شيء، بسوق على اليمين بمشي على مهله بروق. So هون I try to recharge، برجع بجمع طاقة. بس ما في practices معينة توني بدك تعملها لتنظف حالك؟ هاي أول وحدة. أنا بعرف في ناس بفوتوا بصلاة، بمديتيشن، بينزووا عن الناس. قمة spirituality. واصل لك بالحديث، هي الفكرة إنه أول شيء بعد الصف لإلي أنا شخصياً، هاي أول شغلة بعملها. بلا أصوات، بلا شيء، بدي شوية محل تروق تأرجع رجليج، أوكي شو عندي هلا؟ وتاني يوم اجمالا هي الراحه اكثر لما اقوم الصبح في براكتس بعملها لإلي اللي هي كمان بعمل لإلي انا شويه تشي كونغ فتح جسمي بعمل التامل والنيه اللي كنا عم نحكي عنها قبل صوب حط النيه انه انا بدي فضي بدي ارجع شرج لانه بدي ارجع اروح اعطي صف اليوم كمان او عندي كلاينت برايفت بدي اروح اعطيه سو هيدي اللي بعملها وقد ما في بجرب بعد عن مش حقول جرب بعد عن المجتمع بس انه بجرب بعد عن العجقه بجرب بعد شوي عن السيارات، عن الدخنة، عن كل شيء كراود كل شيء كراود وكثرة التلفزيون وكثرة السوشيال ميديا مع انه مجبور اشتغل كمان على السوشيال ميديا كرمال العالم تعرفني بس انه هيدي لحالها هي اللي لي انا بتعطيني هيدي النوع من الريكفري اللي عم نحكي عنها از ان انستراكتور لاقدر ارجع اعطي قد ما فيها. اوكي اي لاف ذا نيكلس ونيتشر ثانك يو ونيتشر ديفينتلي نيتشر قد ما فينا يا توني براك بدنا لك ثانك يو على وجودك معنا صراحه ما بحسدك على شغلتك ابدا لانه انت بتاخذ لا 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 ما اسمعي جملتي لانه انت بس تكون عم بتفضي العالم من الطاقات السلبيه انت بتاخذها كلها بس انت بترجع بحاجه انك تفضي هالطاقات السلبيه لترجع انت توني براك بحياتك ف this is what I meant فشكرا على وجودك thank you for having me. يا هلا توني. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.